السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. نستكمل الآن الجزء الثاني من محاضرات الكلينيكال ترايلز وأنواع الكلينيكال ترايلز. إذا تذكروا هذا الجدول تكلمنا عليه وقلنا في المحاضرة السابقة أنه الليتشر عندنا ينقسم إلى برايمري وسكندري وتيرشري وأذر ريسورسز، والبرايمري قسمناه الى ايفالويتيف ستاديز وديسكريبتيف ريبورتس. والايفالويتيف ستاديز شملت الاوبزرفيشنال ترايلز اللي تكلمنا عنها والاكسبيرمنتال كلينيكال ترايلز او فارماسيوتيكال ريسيرش او اديوكيشن اسسمنت، حنتكلم عنها اليوم باذن الله. طبعا الميديكال ريسيرش عاده ينقسموا الى نوعين، برايمري ريسيرش وسكندري ريسيرش. برايمري ريسيرش المقصود فيه هي الابحاث التي تجرى من الشخص ذاته ويتم تدوين نتائجها، لكن السكندري ريسيرش هي عبارة عن دراسات أجريت سابقا ثم تم جمعها وتلخيصها فيسموها سكندري ريسيرش، لذلك يسموها ريفيوز مراجعات أو الميتا أناليسيس، وحنتكلم عنهم إن شاء الله بإذن الله. طبعا الميتا أناليسيس تعتبر أعلى وأفضل نوع من الدراسات وحنذكر لماذا. طيب عندنا ثلاثة مجالات رئيسية to distinguish in primary research، نميزها في الأبحاث الأولية. مثلا عندنا ال basic medical research وال clinical research وال epidemiological research، حنقول كل واحد عن إيش. طبعا في ال individual cases لما يجي نتكلم كحالات فردية قد يكون من الصعب to classify individual studies to one of these three main categories or to the subcategories، يعني احيانا يكون صعب انك تقول اذا هي basic medical research ولا clinical research ولا epidemiological research. ال basic medical research لو تذكروا في الصيدلة اول ما بدأتوا بال animal experiments, cell studies, biomedical اللي هي genetic and physiological investigations. طبعا الدراسات اللي تجرى على properties of drugs and materials، وفي معظم التجارب هذه لازم يكون عندنا متغير على الأقل واحد على أساس نعرف نقيم النتائج حقتنا، يعني لازم يكون في متغير تابع، يكون في متغير مستقل ومتغير تابع. المتغير المستقل يتغير كذا لحاله، لكن التابع يتأثر بتغير هذا المتغير المستقل. مثلا شرب كأس من الحليب كل صباح يؤدي إلى زيادة الوزن، مين هو المتغير المستقل اللي ما درى عن الدنيا شربته أو ما شربته له كاس الحليب، لكن مين اللي يتأثر اللي معتمد على كاس الحليب اللي هو زيادة الوزن. فزيادة نسوي الوزن نسميه متغير تابع. In experiments نلاقي عنا specific hypothesis، يعني في عنا فرضيات أو فرضية معينة يراد فحصها أو يراد أتأكد منها. specific hypothesis are investigated and casual statement are made. يعني ليش إيش الفرق بين ال experimental وال observational؟ قلنا ال observational إحنا ما نتدخل بشيء، إحنا قاعدين نتابع ملفات مرضى، نتابع مرضى عن بعد، لكن ما تدخلنا بالطريق الطرق العلاجية تعطى لهم، لذلك ما كنا نجرؤ نقول إنه هذا الحدث حصل بسبب هذا الريسك فاكتور. ليش؟ لأنه ما يعني قد يكون في رزق، قد يكون في أسباب أخرى إحنا ما نعرفها، لذلك كنا نقول association. لكن في الإكسبرمنت إحنا اللي نجيب المريض وإحنا اللي نعطيه الدواء وإحنا اللي نشوف النتائج، فبما وإحنا محددين البيئة الأخرى المحيطة فيه اللي تضمن إنه ما في شيء ثاني أثر عليه غير الدواء حقنا، عشان كده نجرؤ إنه نقول في causal statement أو causal relationship إنه هناك علاقة سببية، إنه هذا الريسك فاكتور تسبب بالأوتكم هذا أو هذا الدواء أعطانا هذه النتيجة. نكون واثقين لأنه هذا الشيء إحنا أجريناه بأنفسنا. طبعا في التجارب الإكلينيكية أو التجارب اللي بسموها التداخلية الانترفنشنال، في شيء بسموه الانترنال فاليديتي وفي شيء بسموه الاكسترنال فاليديتي. خلينا نتكلم الانترنال فاليديتي. الانترنال فاليديتي هو طريقة عمل التجربة ببساطة تماما، طريقة إجراءك للتجربة. طبعا هي is achieved by setting up standardized experimental condition، يعني لازم تكون ظروف التجربة معيارية عشان ما نقول لا هذا النتيجة حصلت بسبب انه كان في مثلا دخان. يعني مثلا نبغى نقول انه احنا جبنا، طبعا هذه ما نسويها بس كمثال نقول انه احنا جبنا مثلا مرضى قاعدين يدخنوا واحنا يعني نبغى نتأكد انه الدخان هذا هو اللي تسبب في انه كلهم عندهم كحة، كويس؟ فلازم
نتأكد إنه هذول المرضى ما هم قاعدين في بيئة مصانع، احتمال الدخان طالع من المصانع هو اللي سبب لهم الكحة، مو الدخان اللي قاعدين هم يدخنوا. فعشان كده لازم يكون المريض في بيئة معيارية ما يأثر عليه شيء ثاني، واستبعد اي شيء ثاني يأثر عليه، اما حالة مرضية اما ظروف محيطة فيه، على اساس اضمن انه النتيجة هي بسبب الشيء اللي هو قاعد ياخذه، لانه قاعد ادرسه ولا قاعد اعطيه. الاكسترنال فاليديتي بسموها الجنرالايزابيليتي، او هي التعميم، هي انا بس اسوي التجربه وتطلع النتائج حقتها، اشوف النتائج هل هي تنطبق على البوبوليشن حقي ولا لا، هل تنطبق على الناس حقيني ولا لا. يعني قد تكون التجربه بيرفكت ومظبوطه ومسويه على افضل المقاييس المعياريه، لكن النتائج ما تنطبق علينا. مثلا جاء احد وقال انه شرب كب اوف الكحول افري مورنينج ممكن ينشطك زي 50%، وجابوا ظروف التجربة وجابوا مجموعة من الناس سووا التجربة في أوروبا و إلى آخره. هل أقدر أطبقها على our population؟ ما أقدر، لأنها does not match our characteristics our standards. فال external validity لازم تكون تنطبق علينا. أحيانا يكون مثلا جابوا بعض الأدوية وعطوها لنوع من النساء المصابات بمرض معين بالقلب، طلعت النتيجة إنها مثلا تحسن كفاءة القلب في كذا، ما أقدر أطبقها على نوع من الرجال غير مصابين بالقلب واجي اقول والله الا تنفع، لانه هذه في تجربه تسوت. لازم يكون تنطبق على البوبوليشن او البوبوليشن او الناس اللي حتطبق عليهم التجربه هذه، يكون عندهم نفس الظروف زي الناس اللي اجريت عليهم تجربه اساسا. فالاكسترنال فاليديتي جنرالايزابيليتي از مور ديفيكلت ايشو. Laboratory conditions cannot always be directly transferred to normal clinical practice. يعني مثلا الناس اللي كنا حاطينهم في تجربة أو خاضعين مخضعينهم لتجربة نقدر نسيطر عليهم حوالي 20 30 40 شخص، لكن لما نيجي نطبقها على السكان حقين اللي هم مليون مليونين ما نقدر نحكمهم مثل ما نحكم الناس اللي في التجربة أو بسموها في البيئة المعيارية هذه. فعشان كده دائما الاكسترنال فاليديتي تلاقي فيها صعوبة، عشان كده لازم نراقب المرضى بعد ما ينزل الدواء للسوق عشان نشوف كيف طبيعة هذا الدواء في العالم الحقيقي. طيب عندنا clinical studies، احنا قلنا عنها interventional experimental زي ما قلنا، لانه احنا ندخل ونعطي المريض علاج معين. non interventional او observational هذه اللي قلنا احنا ما ندخل ونلاحظ بس المريض عن بعد ونتابع ملفاته او الشارت حقه. clinical studies احنا عادة عندنا clinical drug study. ايش يعني clinical drug study؟ يعني هو العلاج الذي نريد ان ندرسه في التجربة الكلينيكية. ايش نسميها؟ دائما نسميها interventional clinical studies. ليش؟ ان العلاج هو الشيء اللي متدخل فيه بحياة المريض الثاني او المريض اللي داخل في تجربة بنعطيها. وتعرف انها any study performed on man، مقصود في المان يعني نوع البشر، with the purpose of studying، بهدف دراسة او توضيح or demonstrating the clinical or pharmacological effect، لتوضيح التأثير الإكلينيكي أو الدوائي لدواء، to establish لتأكيد أو لتعميم أو للتوثق من side effects، للتوثق من أن هذا الدواء آمن ما في منه side effects، أو to investigate أو نبحث عن مدى امتصاصه، to investigate its absorption, distribution, metabolism or elimination، يعني نشوف هذا كيف حركية هذا الدواء في الجسم، with an aim of providing clear evidence of the efficacy and safety، عشان أتأكد. طبعا هذا هدف الكلينيكال ترايلز، دائما الكلينيكال ترايلز إيش الهدف منها؟ إثبات الإفكاسي والسيفتي. الإفكاسي اللي هي فعالية الدواء في هذول الناس، والسيفتي إنه هذا الدواء آمن يستخدم مع هذا البوبوليشن بين الناس. الاكسبيرمنتال كلينيكال ترايلز هي عادة ريليشن شيب بين مسبب، بين كوز دراج او تريتمنت او وات ايفر، اند افكت واللي هو النتيجة اللي تطلع. يوز تو ايفالويت ذا افيكاسي اوف ا نيو دراج اور كومبير بتوين تريتمنت ريجيمز، يا اما نقارن بين نظامين علاجيين اثنين عشان نقول مين احسن من الثاني او مين مثل الثاني، او نثبت فعالية دواء جديد قاعد ينزل السوق. الديزاين دائما حق الاكسبيرمنتال كلينيكال ترايلز اكيد اكسبيرمنتال. السبجكتس هي تكون جروب اوف بيشنتس، الانترفنشن يكون دراج اور تريتمنت فولود فور افكتس اوف تريتمنت. الامبورتنس انها دائما تركز على دراج تريتمنت ريسبونس اند ثيرابيوتيك ديسيجن، يعني احنا نبغى نشوف
ايش الاستجابة العلاجية عشان ناخذ القرار العلاجي، نصير خلص نقرر انه هذا المرضى او هذا نوع المرضى يناسب هذا العلاج او ما يناسبهم، وتعتمد على افضل evidence based medicine، على افضل انواع الدراسات المبنية على البراهين. هذا تصوير توضيحي لل experimental clinical trials. عندنا patients، group of patients، هذا هم احنا شايفينهم، تم توزيعهم بطريقة عشوائية، وحنقول ليش طريقة عشوائية. مجموعة هتخضع للعلاج، مجموعة لن تتناول العلاج أو المادة الفعالة، وممكن نعطيهم علاج وهمي. وهنا نتابع المجموعة هذه ونتابع المجموعة هذه. شفنا المجموعة اللي أخضعناها من العلاج ما شاء الله طابوا، ما بقى منهم إلا واحد، لكن المجموعة اللي ما أخذ علاج، أخذ علاج وهمي، عدد الناس اللي بقيوا مرضى أكثر. ونيجي نقرر النتائج، نقول والله الناس اللي أخذوا العلاج تعافى عدد كبير منهم، لكن اللي ما أخذوا عدد كبير ما تعافى، فإن العلاج هذا ذو فعالية، وهكذا. فوائد هذه التجربة إنه التعمية أكثر، يعني أكثر أو غالب الأحيان نلجأ إلى أسلوب التعمية. إيش المقصود أسلوب التعمية؟ إن إحنا ما نحدد مين اللي حياخذ العلاج ومين حياخذ العلاج الوهمي عشان ما يصير في نوع من التحيز. randomization facilitates statistical analysis، إنه التوزيع العشوائي، إنه يعني مثلا أنا لما أجي أقول إنه والله حختار مجموعة من الناس هم اللي حياخذوا العلاج الوهمي، ومجموعة من الناس هم اللي حياخذوا العلاج الحقيقي، فهنا التوزيع أو التعم أو التوزيع العشوائي هو الذي يحكم عدم وجود انحيازية. blinding، بس عشان ما يكون في مس أو سوء فهم، blinding إنه هو المريض نفسه ما هو عارف إيش قاعد يأخذ، علاج وهمي ولا علاج حقيقي، والطبيب نفسه ما يعرف هو قاعد يعطي المريض العلاج وهمي ولا علاج حقيقي. بس لأني شكلي في البداية شرحت لكم randomization بدل blinding. بعدين randomized clinical trial هي أفضل أنواع التجارب، لأنها تعتبر يعني أفضل تنظيم أو أفضل هيكلة لهذه التجارب، لأنها تشمل على blinding وrandomization. disadvantage تبعتها أو يعني اللي تنتج عنها إنها expensive، أكيد يعني إنك تجري تجربة وتجيب ناس وتتكفل أحيانا بمواصلاتهم، وتشتري الأدوية اللي تبغى تعطيهم إياها، والتحاليل اللي تبغى تسويها، وتكاليف هذه التحاليل، وإذا صار عند أحد منهم ضرر لازم يتعالجوا، وإلى آخره. time consuming طبعا تستهلك وقت كثير، لأنك أنت حتعطي العلاج وحتنتظر لغاية ما تظهر النتيجة، ممكن الناس قد تظهر النتيجة عند في نفس الوقت. volunteer bias أحيانا يصير في بعض التحيزات في المتطوعين، وحنذكرها بعدين. ethically problematic at time، يعني ممكن الشخص اللي أو الأشخاص اللي تعهدوا معك أنهم يلتزموا بكذا وكذا وكذا، تلاقيهم مع طول فترة الاكسبرمنت تظهر منهم بعض المشاكل التي تمس أخلاقيات البحث العلمي، مثلا قد يكون في leaking في بعض الانفورميشن من البارتيسبنت، من البرنسبال انفستيجيتورز، من الكو انفستيجيتورز، وإلى آخره. more difficult to conduct، وهذه حتحسوها بعدين إذا جيت تسوي تجربة كلينيكية، إنك تقنع المريض إنه بندخله في تجربة، بنعطيه علاج، ندرس فعاليته، واوا إلى آخره. بعض المرضى بعد ما يقتنع ويخلص ووقع لك الكونسنت فورم، يجيك بعد كذا يقول لك خلص أنا بنسحب. بايز، في هناك تحيزات في اختيار المرضى، في توزيعهم، في ملاحظتهم، في خروج بعض المرضى من الدراسة، في القياس، في التزامهم، كل هذه حنشوفها بإذن الله. الفارماكو ايكونوميك ستاديز البيربوس فايند اوت ذا تريتمنت اور سيرفيس امونج تو اور مور افكتيف تريتمنت اور سيرفيس ويتش هاد ذا لوست كوست. هذا المقصود فارماكو ايكونوميك، يعني انا الحين بختار مجموعه علاجيه تعطيني نفس المفعول بسعر اقل، قد يكون السعر الاقل مباشر وقد يكون غير مباشر. مثلا كيف يعني مباشر؟ يعني مثلا انا عندي انه اعطي انسان علاج مثلا للكراون ديزيز، فاجيب اعطيه الفليكسيماب. الفليكسيماب مثلا سعر الفايل 50 ريال، كويس، او اعطيه اديلوماب، اديلوماب سعر الفايل 200 ريال، مين اللي ارخص؟ طبعا ما اجي احسبها دايركت تو دايركت فايل، لا،
الانفليكسيماب بما انه اي في وممكن يصير منه رياكشن، لازم انوم المريض في المستشفى واحجز له سرير وفي نيرسات تشرف عليه واكلم غرفه الاي في روم يحضروا في صيادله حيشتغلوا و الى اخره. لكن الاديلوماب الهيوميرا هياخذه كسب كيو، هذا كمثال، فسب كيو ياخذه في بيته، فالاديلوماب حيطلع عليه ارخص لانه ما في سعر سرير، سعر خدمه، سعر كذا كذا كذا. فهذا يسموها الفارماكو ايكونوميك ايفالويشن، وهذه لازم في كل دواء تبغى تدخل المستشفى تحسب الفارماكو ايكونوميك ايفالويشن حقه. الديزاين هيلث ريليتد ريسيرش عاده الكلينيكال ستاديز اكسبيرمنتال اور اوبزرفيشنال وير ذا انفستيجيتورز انترستد ميجرينج ذا كوز اوف انترفينشن ذا اوت كم اكسبكتد تو بي سيميلر، يعني هم نتوقع ان الاوت كم سيميلر لكن نبغى نشوف زي ما قلنا دايركت ان دايركت كوست. امبورتنس نستفيد منها تو ديسايد ويتش دراج تو بي انكلودد في الفورمولاري، اي دواء اللي اقدر ادخله في دستور الادويه حقي يكون يعطيني نفس الفعاليه نفس الامان لكنه بسعر ارخص. طيب نمبر اوف وان ستادي، هذه تعريف تهمنا جدا نفهمها في الكلينيكال ترايلز. ايش يعني number of one study؟ دائما نسمعها number of one study، هذه a trial in which an individual subject is administered a treatment repeatedly over a number of episodes. هذه متى نستخدم؟ احيانا بعض المرضى يجونا عندهم مرض نادر ما نقدر نشوفه في مرضى ثانيين وعشان نجمعهم ونسوي عليهم دراسة، فسوي في هذا المريض لحاله الدراسة، فنعطيه الدواء عدة مرات كويس to establish the treatment's effect in that person. احيانا نصير مثلا الدواء نفسه نعطيه مره، نعطيه الدواء نفسه مره، نعطيه الكنترول مره، الاكسبيرمنتال مره الكنترول بطريقه راندومايز عشان نشوف الافكت حقه. فهي لما تكون التجربه او يعطي الدواء عده مرات في شخص واحد وتقارن نتائجه هي نسميها نمبر اوف 1 ستدي. طيب نون انفيريوريتي ترايل، دائما تسمع بعض الدكاتره يجي يقول لك this medication is non inferior to this، there is a non inferiority trial conducted. هي المقصود فيها الترايل ديزاين تو ديتيرمن whether the effect of a new treatment is not worse than standard treatment، اللي هو تأثير العلاج الجديد ليست أسوأ من علاج اوريدي قاعد يستخدم by more than pre-specified amount. ليش هذه نسويها؟ هذه أحيانا بعض الأدوية تجينا تكون جديدة وفي دواء well established كويس، الأدوية هذه يكون مثلا زي ما قلنا أحيانا تكون sub-Q أحيانا تكون أسهل في التعامل، فنبغى نشوف هل هي مثل الدواء اللي إحنا standard of treatment قاعدين نستخدمه، فسوينا تجربة لقيناها ما هي أسوأ منه بالعكس زيه، هذه يسمونها inferiority trial. طبعا trials دائما يسووها من جهتين، سموها two-sided trial أو equivalent trial، اللي هم يقولوا هذا ليس أسوأ أو هذا أحسن، فيسموها تو سايدد. اذا اخذت جهه واحده انك تقول ليس اسوا فقط او انك تقول احسن فقط سموها وان سايدد فيرجن اوف ان ايكوفالنت ترايل. طب الايم اوف انترفينشن كلينيكال ستاديز هي تو كومبير تريتمنت بروسيجرز ويذين ا بيشنت بوبوليشن ويش شود اكزيبت از فيو از بوسيبل انترنال ديفرنسز ابارت فروم ذا تريتمنت. يعني لما اجي اقارن بين علاجين في مريض في مجموعتين من المرضى مفروض تكون النتائج متشابهة على أساس أقول إنه والله هذه medications is equivalent to each other. طبعا أنا أتوقع إنه فلان مثلا عمر ما هو زي زيد، لكن أتوقع differences اللي بينهم تكون شيء بسيط ما حيأثر على العلاج، هذا المفروض يعني. This is to be achieved by appropriate measures, particularly by random allocation of the patients to the group, thus avoiding bias in the result. كيف يعني؟ يعني أنا الحين الدراسة حقتي تقول يدخل في الدراسة المرضى اللي عمرهم من 18 إلى عمر 45. فدرج A أجي عشان أختار له مرضى أجي بين 15 بين العمر 18-45 بختار 30 شخص. فأجي أختارهم عشوائيا عشان يطلع لي واحد عمره 18، واحد عمره 20، واحد عمره 25، واحد عمره 45 كذا. لكن البايز اني اجي اخصص لهذا دراج اي كل المرضى اللي من عمر 18 لعمر 24 عشان صحتهم كويسه وبين مفعول الدواء ممتاز كويس، فهذا يسموه بايز في الالوكيشن. لكن لما اختار عشوائيا اتفادى هذا البايز فيصير مجموعه الكنترول ومجموعه العلاج متساويين في تقسيم الاعمار بينهم. طيب blind أو blinded أو blinding، ده اسمها blinded. إيش المقصود فيها؟ clinical trial is blinded تعتبر if the participants اللي هم مشاركين في الدراسة سواء المريض أو الطبيب اللي قاعد يسوي الدراسة
ار ان اوير، هم ما هم عارفين مين اللي قاعد ياخذ العلاج الحقيقي ومين اللي قاعد ياخذ العلاج الكنترول او العلاج الوهمي. وهذه دائما نسويها عشان تافويد البايز، عشان اذا الطبيب عارف انه هذا المريض قاعد ياخذ العلاج بيتهيأ له انه والله إيه النتائج معه احسن، إيه ما ادري ايش احسن. المريض لو كان عارف انه قاعد ياخذ العلاج ما هو قاعد ياخذ الوهمي بيتهيأ له انه والله نتائج احسن، لكن لو ياخذ، لو عارف انه قاعد ياخذ الوهمي انا ما طبت انا كذا انا كذا انا، خصوصا في الاشياء اللي ما لها لاب فاليو تو ميجر، في الاشياء اللي تحتاج التوضيح حق المريض او الوصف حق المريض للنتائج اللي تحصل. سنجل دبل اند تريبل بلايندنج، في عندنا سنجل بلايندنج دبل بلايندنج اند تريبل بلايندنج، حنشوفهم باذن الله واحد واحد.